بعد تفاقم الأزمة الصحية في الهند نتيجة الإصابات بالسلالة الهندية، السؤال كيف يحمي لبنان نفسه من عدم الإصابة بالسلالة الهندية أو أي سلالة جديدة؟ وإلى أي مدى أخذ اللقاحات يحمينا من الإصابة بهذه السلالة؟ عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور فادي علامي رأى أنه من الطبيعي أن يكون هناك خوف من أي سلالة جديدة، موضحا أنه يجب على المختبرات إجراء الفحوصات لمعرفة أي نوع من سلالات الكورونا. اليوم اللي بتصور شطارتنا هي انه نقدر نترصد مظبوط العدوى اللي عم بتصير، يكون عندنا مختبرات عندها القدره انه تقدر تعمل التست وتتاكد شو هي واي سلاله موجوده عندنا اليوم، وبنفس الوقت يكون عندنا الفحوصات الدوريه البي سي ار تيستينج الكامل لنقدر شوي شوي نستوعب الامور، يعني بين نظام الترصد وبين نظام التيستينج وبين نظام يكون عندنا لقاحات، المفروض نحن نقدر شوي نحد من مفاعيل اي سلاله جديده ممكن توصل على البلد. ما في شيء بيقول اليوم انه الفاكسينز الافيلبل فاكسينز يعني اللقاحات الموجوده اليوم اللي تم اعتمادها من المراجع الدوليه، ما في شيء رح يلزم انه بتغطي السلاله اللي عم نشوفها اليوم الهنديه او غيرها. بعض من الفاكسين ميكرز اللي صنعوا الفاكسين بيقولوا انه لحديث هلا بتغطي وبعض ما عم يتحفظ، مشان هيك مبدئيا اللي عم نشوفه اليوم من اللقاحات واللي هو متاح لنا لازم نعتمد عليه لازم ناخذه، لانه ما في بديل، يعني البديل الوحيد انه نكمل بعمليه التلقيح نوصل لموضوع المناعه الاجتماعيه. النائب علامي أشار إلى أن هناك بطء في استلام اللقاحات في لبنان لا سيما عبر منظمة الكوفاكس، معتبرا أن هذا الموضوع يفتقد إلى عدالة التوزيع بين الدول. في شوية تأخير بموضوع وصول اللقاحات للبنان، والسبب أكثر له علاقة باللي انحجز عبر الكوفاكس، ولهالسبب يمكن نحن اللي انحجز عبر الكوفاكس اللي هو قيمته حوالي 1,700,000 لقاح من هلا آخر السنة، وصل منهم عدد كتير كتير قليل، كان المفروض نحن بداية السنة لهلا يكون وصلنا 400,000، نحن ما وصل يمكن إلا أعداد تحت 200,000، وهذا رح يتسبب بالمستقبل ببطء شوي بعملية التلقيح. برجع بقول التركيز بموضوع الكوفاكس إنه نسعى أكثر معه تشوف إذا بنقدر نحصل على الكميات اللي كنا موعودين فيها، غير هيك نحن ماشيين بشكل طبيعي مع فايزر معدل تقريبا 30-35,000 لقاح بالاسبوع لنوصل للمليونين، وزاد عليهم 750,000 بحزيران. علامي امل بوصول كميات اضافيه من اللقاحات الى لبنان اضافه الى زياده في مراكز التلقيح للوصول الى مناعه مجتمعيه.